اهلا بيكم. دلوقتي احنا واحنا بنتكلم على الجول وايه السمات اللي المفروض تبقى فيه علشان يبقى مش في سحابة، يبقى في صندوق. قلنا ان المفروض يبقى سبيسيفيك ومفروض يبقى ميجربل. الخاصية الثالثة الحقيقة اللي عايزين نضيفها علشان المشروع او الجول يبقى قابل للتحقيق هي خاصية ان هو يبقى اكشن اورينت. يعني ايه اكشن اورينت؟ انت ما خدتش بالك يمكن واحنا بنتكلم على الابارتمنت بيلدينج لما انا قلت ان ليتس هاف ا بيلدينج، ما قلتش ليتس بيلد ا بيلدينج. كان ممكن قوي يقول لك تعال نشتري المبنى بدل ما نبنيه. طيب نشتريه ولا نبنيه؟ نبنيه. طب نبنيه بنفسنا ولا حد تاني اللي هيبنيه؟ يبقى هنأجر مقاول مثلا ولا احنا اللي هنشتغل شغل المقاول. يا ترى لو هنتكلم على حل الشيت، انت هتحل الشيت بنفسك ولا هتعمل برنامج على الكمبيوتر تدخله المسائل هو يطلع لك النتيجة؟ ايه اللي هيتعمل في البروجكت؟ تاني، يعني ايه اكشن اورينت؟ لازم الجول لما نيجي نحطه بصيغة يبقى فيها اكشن، فيها حاجة هتتعمل. اكتب، اقرأ، ابني، هد، شيل، احفر، انقل، ارفع، ادهن. اوكي، يبقى كل تاسك وكل جول وكل اوبجكتيف، واحنا هنتكلم عن التاسكس والجولز والاوبجكتيفز في فيديو تاني، لازم يبقى الجول بتاعه محطوط في صوره اكشن. اوكي، يبقى اكشن اورينتد. يبقى السمة التالتة اللي احنا بتهمنا سمة انه يبقى action oriented. دلوقتي احنا معانا تلات سمات للمشروع. التلات سمات دول هما ايه؟ specific, measurable, action oriented. لسه الصندوق مكملش، لسه فضل لنا صفتين تاني هنتكلم فيهم. اشوفكم في الفيديو الجاي.